قال عز وجل مبينا برهانا آخر على عز هذه الآلهة وضعفها، وهو أن هؤلاء العابدين أفضل من هؤلاء المعبودين، فكيف أنتم أيها العابدون تعبدون من أنتم أفضل منه؟ قال تعالى ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أنتم فيكم هذه الجوارح، وهذه الجوارح عارية عن هذه الأصنام، فكيف تعبدونها؟ إذن أنتم أفضل من هذه المعبودات.